انا بس هقول للدكتور عمر يعني او الدكتور عمرو ان القطاع اللي عنده فرصه حقيقيه للنمو في بلدنا في ظل الظروف اللي بتمر والتحول الجيوسياسي اللي اشرت اليه محتاج مننا كمجتمع كوزاره تعليم عالي ويمكن حتى وزاره التعليم انها تهتم واهتمام يعني احنا كلنا كمجتمع عشان يمكن المحاضره او التقديم يعني متخصص قوي وبالتالي كتير من مش كتير حي يعني لكن انا بقول لكم هو ده القطاع اللي لو احنا كلنا حطينا ايدينا في ايدين بعض مؤسسات الدوله المختلفه واجهزتها مع رؤيه وزاره الاتصالات انت بتستهدف 10 مليار في 26 واحنا اتكلمنا في الموضوع ده بالمناسبه كل عرض من اللي حضركم شفتوه ده احنا بناخد فيه 3 4 ساعات مع الدكتور عمرو عشان يبقى بنحلم في كل مجال كابلات بحريه مش عارف المراكز خطط التدريب ده لكن بقول لكم انا النهارده بيخش عندي شباب وشابات في كليات بيقعد 4 سنين لو الاربع سنين دول هو اقتنع ان ممكن يقضيهم في المنشآت اللي احنا بنتكلم عليها وفي التعليم والتأهيل اللي احنا بنتكلم عليه هيخرج منها بفرصة عمل اللي هو بيتعلمه دلوقتي ما بيتعلوش. انا بقول كلام مش واضح؟ طب اوضحه. يعني احنا النهارده بندور على شباب وشابات في المجتمع المصري او في فئة الشباب المصري قادر على ان هو يلبي المطالب اللي دكتور عمرو اتكلم فيها. هل السوق العالمي انا ما بقولش السوق المصري لان هو اتكلم قال لك المحلي واحنا ممكن نلبيه لكن السوق العالمي النهارده يقدر يلبي او يستوعب كل اللي هتقدمه بلا شك لغايه مليون فرصه في السنه. طيب بقى انا عندي وانا عندي مشكله في الخريجين بتوعي اللي بيتخرجوا من الجامعه ومش عارف يمكن اوفر لهم فرصه عمل وحياه مناسبه لهم في ظل يعني كتير من المشاكل الموجوده عندنا وعندي قطاع ممكن ينمو 30%. انا بقول كلام مناسب؟ ممكن يا فندم. خلي بالكم اللي بقوله يعني المجتمع يبقى لما بنطرح اي طرح من ده في جلسه زي كده احنا نفضل شايلين الهم ونفضل متضايقين ونفضل نفكر وازاي نقنع ولادنا وبناتنا ان انت النهارده داخل كلية الاداب وتقديري لها عالي كلية الحقوق وتقديري لها عالي كلية التجارة واي كلية اخرى فرص العمل فيها مش كتير وانت عندك قطاع مستنيك لو انت قضيت الاربع سنين اللي انت بتقضيهم في الكلية دول في المجال ده هتجد فرصة عمل بارقام يعني اقول لكم ايه يعني احنا عندنا فرصه كبيره جدا في ظل التحول اللي بيحصل وعندنا فرصه كبيره جدا في حاله الطلب او في حجم الطلب المطلوب في المجال واللي العالم مش قادر يقضيه دلوقتي لان كله تقريبا قدم اقصى ما لديه. انا بقول كلام مناسب ولا يعني احنا عندنا فنان فجوه مهاريه في دوله يعني هي الاشهر في هذا القطاع الهند لديها عجز مليون وظيفة اللي فيها مليار ونص اللي فيها ايه؟ مليار ونص ده العالم كله يبقى قطاع الاتصالات والصادرات الرقمية ده قطاع مش يعني انا عشان اعمل مصنع لأي مصنع حديد وصلب او اي منتجات سيارات او كلام من هذا القبيل بخش في منافسة كبيرة جدا جدا واستثمارات كبيرة قوي قوي قد لا تكون متوفرة وعندي قطاع بقول لكل اللي اب وام موجودين وبقول للدراما في الاعلام عايزين نسوق الفكره عايزين نبيع للناس مش نبيعها يعني عايزين نخليها واضحه يبقى الشباب يعني الابهات والامهات بياخدوا ولادهم يقعدوا بيهم حتى الان قدام مراكز التعليم يعني الدروس الخصوصيه لو حد قعد بولاده في الحتت دي
هيبقى في فرصة عمل بأرقام تغني الشاب والشابة تماما. وكل المطلوب ليه ان يبقى معاه حاسب ايباد يعني، مش كده؟ والشغل ايه؟ هو المطلوب حاسب من اي نوع؟ لا انا بقول الشغل ايه؟ الشغل يعني مفتوح لكل المتخصصين من مختلف الكليات والخلفيات. انا كلمت في الموضوع دوت في مؤتمر تنميه الاسره المصريه، وقلت ان احنا لما جينا نعمل البرنامج بتاع الماجستير عملنا اختبارات عشان ناخد الناس، لان احنا بنحطهم يعني في برنامج قوي جدا. تكلفته كان ساعتها 30,000 دولار. 30,000 دولار ولا زال التكلفه؟ ولا زال طبعا. وبعدين جه الدكتور قال لي تراجع بقى عن 30,000 دولار دلوقتي، وقال لي كتير عليا ونديهم حاجه كده 9 شهور بعد ما كنا بنتكلم في سنه ونص. طب يعني مش مهم المسار اللي احنا بنتكلم فيه قد المهم ان الفكره تبقى موجوده عند الناس في مصر بعددنا اللي ما شاء الله كتير، سواء كان في التعليم العام او حتى في التعليم الحقوق العالي. يا جماعه انتوا بتودوا ولادكم فين؟ وقاعدين بتتخانقوا عشان ياخد شهاده ليسانس او بكالوريوس وفرصتها في الشغل مش يعني قد تكون، وبعدين تشغلوا اي حاجه تاني بعد كده. طب ما نعمل حاجه ونقول لهم ان هنديهم شهاده ليسانس بكالوريوس، يعني نديهم شهاده بدام الفكره فكره شهاده وماله. طب ما هو فعلا هيبقى جاهز يعني. ما تفكر ان احنا نقول هندي في الاربع سنين اللي يلتحق بده ويطلع بالمستوى ده، سواء كان هو في ادب او تجاره او اي كليه اخرى، كسروا الحواجز، كسروا الحواجز، واي حاجه تعوق الفكره اتعاملوا معاها عشان نقدر نقدم الرقم اللي انت بتقول عليه. بالمناسبه انت بتشوف بتحلم ب 10 مليار دولار، انا مش عايز اجيب اسماء دول تانية يا عمرو، وبيجيب بكام وعددها كام؟ عددها 1/20 مش كده؟ في حد زيهم؟ لا يعني انا بتكلم في العدد يعني، في العدد يعني في حد. طب حد الارقام اللي بيتحصلوا عليها في حد زيهم برضو بالنسبه لهم وبالنسبه لنا وبالنسبه للشريحه بتاعتنا؟ لا، هم القعدة مش كده. طب ده معناه ايه؟ معناه ان التعليم اللي كان عندهم مكنهم من ده، واحنا انتبهنا متاخر. الكلام ده كنا المفروض نشتغل عليه افتكر من 20-30 سنة بتركيز شديد جدا جدا، وبفهمنا ان احنا رايحين لحاجه بالمستوى ده. اخر حاجه بس انا عايز اقولها لك، انا كنت بتكلم مع الصبح مع المجلس الاعلى للقضاء، وقلنا يا جماعه فكروا مع بعضنا في موضوع الجرائم الالكترونيه، وايضا لجنه متخصصه في موضوع الذكاء الاصطناعي، لان احنا شايفين ان الموضوع هيقفز مننا، وقد لا نكون احنا يا دكتور مصطفى منتبهين بانعكاساته علينا، سواء كمعرفه وكتطور او كجرائم او جرائم، بس ان احنا نعمل التشريعات اللازمه. فانتوا ليكوا سيف الموضوع يا دكتور عمرو معاهم في الموضوع ده. حاضر. يبقى انا في النقطه بتاعت وزاره الاتصالات، احنا كل ما بيطلبوا مننا الدكتور عمرو ما بنبخلش عليه، والدكتور مصطفى بيبقى جاي مع دكتور عمرو بالذات وقلقان من المطالب، لكن انا شايف انها مطالب ايه؟ مشروعه، لانه احنا اصرف على ده ولا اصرف على حاجه تانية، كل جنيه بصرفه هنا بيبقى تاثيراته ضخمه جدا جدا على مصر وعلى علينا. بالمناسبه كان هو بيتكلم على بوريكو قد ايه الدوله لو ما انتبهتش على موضوع الكابلات البحريه اللي احنا 90% منها بتمر في مصر، واحنا بنتكلم مع بعض من 2-3 سنين كده، فبيقول لي الكابلات بتتقطع. قلت له تقطع؟ تتقطع ايه؟ فانت ما تعمل على محور قناه السويس. قال لي ده احنا بقى لنا 10 سنين مش قادرين يا دكتور. ايه 20 يا فندم؟ طب بلاش كده الحقيقه بلاش كده. قال لي ايه؟ يا نهار اسود،
قلت له ده بكره، ده بكره يتعمل وكل الدنيا تعمل ايه يا دكتور؟ وخلصنا وعملناه، وبقول له دلوقتي تاني قدامكم لو عايز تعمل 10 انا جاهز. ليه جاهز؟ هو انا جاهز عشان يعني ان احنا فرد عضلات، ولا عشان ان القطاع عنده فرصه، وان المكانه اللي احنا توصلنا اليها دكتور مصطفى حرام انها ايه نفقدها نتيجه ممارسات كده. ففرصتنا ان احنا نستفيد من التحولات، وانا معاكم، ويعني في ان احنا نتحرك ونجري في الموضوع. شكرا جزيلا.